وجبة ساخنة لكل من ضاقت به السبل ووجد نفسه يقضي ليلة باردة في الشارع. مبادرة تقوم بها من حين لآخر مجموعة من الشباب أطلقت على نفسها اسم أولاد فاميليا. مجموعة أولاد فاميليا عندها يعني سنتين من الوجود. احنا اليوم عندنا الخرجة تاعنا خرجة إغاثة المتشردين بالتنسيق مع تنسيقية المجموعات الخيرية. أنا مسطرين المشروع تاعنا لمدة 6 أشهر، يعني كاين 20 مجموعة، كل يوم تخرج مجموعة. يعني احنا هذه الخرجه تاعنا يعني التدعيم يكون يعني من طرف الاعضاء تاع المجموعه. احنا ما عندناش اعتماد من عند الدوله، اغلبيه الاعضاء تاعنا يعني طلبه، والبرامج تاعنا يكون من التمويل الخاص تاعنا. وحنا الهدف تاعنا من هذه الاعمال اللي نقوم بها يعني نشر العمل التطوعي بين الشباب. أنشطة تاعنا ما عندناش غير هذه الخرجة إغاثة المتشردين، عندنا أنشطة زيارة المستشفيات، التكفل بالعائلات، عندنا تاني زيارة دار العجزة، وعندنا تبرع بحملة تبرع بالدم، وعندنا خرجات خارج الولاية يعني الولايات الداخلية المناطق المعزولة بالتحديد. التفاتة الشباب الذين جمعتهم مواقع التواصل الاجتماعي استحسنها المواطن على أمل أن تتوسع لتشمل ربوع الوطن. كاين اللي ما كاش وين يروح، وكتشوف دعوة كيف راهي على كل حال حاجة مليحة، حاجة مليحة لا بأس، وربي يجازيهم خير. كتر خيرهم وربي يعطي لهم صحتهم وربي يزيد لهم إن شاء الله. راهم نورمال، ما يخلوناش نباتوا بالشر هذا ما كان. تدعيم المبادرة من طرف الهيئات المختصة هدف يطمح إلى تحقيقه هؤلاء الشباب. حبيت نقدم نداء ثاني باش يجوا يعاونون. كاين ناس اللي تقدر تمد لنا، كاين الزكاة، كاين ناس اللي ماهيش تزكي، نقول لهم يجوا يزكوا يعاونون. خاطر لو كان يزكوا كاع اللي عندهم دراهم، لو كان ما لحقوش كاين بزاف حوايج لو كان لهم يزكيو. نعاونوا بزاف ناس. يطلب من اللي جان اللي راهم على برا يسمعوا فينا، يقدروا يلتحقوا بنا في هذه الجمعية ولاد فاميليا، وكلهم على بالي لديهم الجرأة هذو الشباب الجزائريين باللي يحبوا يقدموا الخير. يحاول شباب ولاد فاميليا إعادة بحث روح التكافل الاجتماعي في الجزائر من خلال هذا النشاط على أن يمتد إلى أعمال تطوعية أخرى، سندهم الوحيد في ذلك الإرادة القوية.